الحملة الانتخابية انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023. معنا رمزي شلاسي عند دائرة سيدي فرج المحمدية ولاية بن عروس، تقدم روحك وتعطينا برنامجك الانتخابي، عندك 3 دقائق. السلام عليكم. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رمزي شلاسي مترشح على عمالة سيدي فرج من معتمدية المحمدية. أنا تقدمت في الانتخابات المجالس المحلية باش نمثل العمادة متاعي ونكون صوت للناس كلهم المتساكنين في كامل العمادة، باش نفضوا عنا برشا مشاكل في العمادة، من عديد المشاكل هذه اللي تتمثل خاصة في ربط العمادة بشبكة التطهير، ومشاكل النقل اللي يمثل معضلة كبيرة في كامل العمادة للطلبة والتلاميذ والطبقة الشغيلة من أبناء العمادة. رابط عمادة سيدي فرج بالتنوير العمومي إلى جنب تنوير الملعب المعشب بحي أذن، مع العلم أنه المتنافس الوحيد في الجهة للشباب، وكذلك السعي إلى التسوية العقارية لكافة العمادة، وخاصة تزوية وضعية المقاسم في حي أذن وإنشاء مساحات خضراء، مع العلم أن حي أذن هي منطقة سياحية تتمثل في كثير من المواطنين الموجودين في المنطقة. هذه نحاول أن نعمل تسوية، والجميع الجميع العمادة كاملة من ضمنهم تعبيد الطرقات والتطهير، وإلى فضل مشاكل العمادة كاملة، وخاصة أن حي أذن بربية هو منطقة قديمة برشا، ونحاولوا أن نعملوها عمادة واحدة. والسلام عليكم. هذا الحوار في إطار الحملة الانتخابية انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023.